بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النفع والفائدة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قطوف. وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا عن موضوع مهم نرى الحاجة ماسة إليه، خاصة في هذه الليالي التي نعيشها ونحن نودع هذا الشهر ونستقبل أيضا يوم من أيام المسلمين وعيد من أعيادهم وهو عيد الفطر. بلا شك أن هذه الشريعة لا تلغي الفرح ولا تنهى عن الفرح، بل تأمر به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الشريعة بلا شك أنه مطلوب، وهذا يدل على أن هذه الشريعة راعت كل ما يحتاج الناس إليه، حال الفرح وحال الحزن، حال الحضر، حال الإقامة، حال اليوم مواسم الطاعة وفي أوقات الساعة، وهكذا مما هو معروف ولله الحمد والمنة. فلا عجب، والله عز وجل قد كمل هذه الشريعة وأتم هذا الدين. لكن هذا الفرح يبقى الناس فيه كما نقول طرفان وسط، هذه الأطراف الثلاثة نستطيع أننا إن شاء الله تعالى نأتي عليها في هذه الحلقة مع الدكتور خالد. حياك الله أبو عبد الله. حياكم الله. نريد أن نتكلم عن من يحرم الفرح، وأيضا من يفتح باب الفرح بمفهومه طبعا، وأيضا الاعتدال أين يكون بين هذين، وهو التوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الشريعة جاءت رحمة للعالمين، جاءت ليس لأن تلحق المشقة والعنت بالناس ولا لتشق عليهم، بل جاءت بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وكما تفضلت أيضا جاءت بأيام يكون فيها فرح وسرور، وخاصة أيام الأعياد، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام أيام فرح. وأيضا في أيام العيد الأمم قاطبة، يعني السابقة والحالية كلها تفتخر بأيام عيدها، فتذكر فيها أمجادها وتذكر فيها ما عندها من مناقب، ولذلك مطالب المسلم في أيام العيد أن يفرح وأن يظهر الفرح والسرور والاغتباط بمثل هذه النعم. وأيضا نجد تحقيق العبودية الكاملة من العبد لله سبحانه وتعالى في كونه بالأمس صائما، واليوم في يوم مثلا عيد أو كذا يكون مفطرا، هذا كله تحقيق للعبودية. لأن يوم العيد يحرم على الإنسان يصوم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فمعنى ذلك أنه يجب عليه أن يفطر، وذلك إظهار للفرح والسرور. وهذا يدلنا على أن من الفرح والسرور الأكل والشرب ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تكلم عن أيام عيد الأضحى، وخاصة أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا في الأعياد يكون إيش؟ الأكل والشرب. يعني قصدك بالعبودية دكتور أن يعني الإنسان يأكل بأمر الله ويصوم بأمر الله، هذا هو. الله، فهو عبد لله. نعم، يعني في آخر يوم رمضان يجب عليه الصوم، أول يوم من شوال يجب عليه الفطر، فيقول سمعا وطاعة. ومن هذه المأمورات التي أمر بها أن يكون ممن يشارك الناس في عيدهم يوم العيد. ما يقول أنا والله فيني قوة وكذا وبدأ صيام مثلا ست من شوال أو الصيام التطوع، لا، أنت اليوم في يوم العيد يجب عليك أن تفطر. هذا اللي ذكرناه قبل في المقدمة، الطرف الغلو. نعم، الآن يعني لما الذي يريد أن يصوم أو يفعل أو لعلنا نتكلم بعد هذا الفاصل أيضا عن ما ينبغي على المسلم فعله في أيام الأعياد من المشروع، ويمتنع أيضا عن بعض الممنوعات. فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل. Mm-hmm.
مرحبا بكم اخواني واخواتي، وعوده لما كنا قد توقفنا عند هذا الفاصل وقبل هذا الفاصل مع الدكتور خالد. واليوم الناس مقبلون على عيد دكتور، نعم، ويريد ان يعرف الانسان ما هو حد المشروع وما هو الحد الممنوع. يعني بالنسبه للعيد، يعني ليس المقصود بالعيد لبس الجديد، نعم، ولكن كما قال بعضهم لمن خاف الوعيد واستعد لذلك اليوم. بمعنى ان الفرح الحقيقي هو لمن أكمل العدة وصام رمضان وعمل فيه بطاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالعيد الذي يفرح فيه حقيقة هو الذي قام بطاعة ربه، أما من فرط في رمضان. ولذلك قال بعضهم كلمة جميلة، يقول ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود فنعزيه. يعني الفرح الحقيقي يكون لمن وفقه الله في رمضان بالصيام والقيام وطاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا حق له أن يفرح في العيد. ولكن أيضا تنبيه، لا يعني إظهار الفرح أن يقع الإنسان في المحرمات. يعني بعض النساء للأسف في التبرج وفي إظهار المفاتن و مثلا مشاهدة المحرمات، تعتقد أن العيد يوم مفتوح. لا يعني لا ليس كذلك، وإنما الإنسان يبقى على طاعة ربه، ولكن فيما أبيح له من الأمور، في صلة الأرحام، في أيضا مثلا اللعب المباح واللهو المباح خاصة للأطفال وكذا، وإدخال السرور عليهم، تواصل في صلة الرحم، هذا مما يبهج النفس. وأيضا التزاور بين الجيران، وأيضا إقامة مثل الولائم وكذا، يعني إذا كان يعني الأمر فيه سعة وفيه راحة للجميع، هذا هو الفرح الحقيقي وهذا هو العيد. وأيضا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يفرح فعلا ألا يأتي على ما عمل في رمضان فينقضه. يقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كيف هذا المثل لهذه المرأة التي يضرب بها المثل؟ هذه امرأة جمعت من هذا الصوف وغزلت ونسجت حتى أحكمت، ثم عادت عليه فنفشت. هذا حال من بنى ثم هدم، ومن جمع ثم فرق. هذا حال بعض الناس للأسف، يصف الناس بالجنون هذا. نعم، من باب أولى اللي يعني في رمضان بالطاعات وكذا، ثم يأتي في يوم العيد فيترك كل ما عمله ويرجع إلى حال التفريط والتقصير الذي كان عليه قبل رمضان. فرب رمضان هو رب شوال والشهور كلها، فعلى الإنسان يحافظ على ما جمع من هذه الحسنات، وأن يستمر على هذه الطاعة، وأن يستقيم على طاعة ربه، وأن يعلم أن العبرة بالخواتيم. فنسأل الله سبحانه أن يبصرنا بهذه المعاني التي للأسف تغيب عن بعض الناس، وخاصة في يوم العيد، وبعضهم ربما يريد أن يسافر ليفعل المنكر، أو يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني ليفعل المنكر. سبحان الله، وماذا كنت تعمل؟ لذلك يقول العلماء إن للقبول علامات وللرد أمارات. من علامات القبول أن يوفق لعمل صالح مثله، ومن علامات الرد أن يعود إلى ما كان عليه من التفريط والتقصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وإياكم من المقبولين. آمين يا رب. الله يبارك فيك دكتور، جزاك الله خير. وهذا فعلا يعني ما يحتاج الناس إليه، أن يكون الإنسان في استقامة مستمرة ومداومة دائمة. وهذا لعل سنفرد له حلقة، قضية الاستقامة وتعريفها وفضلها عند الله عز وجل وصورها بإذن الله عز وجل. الناس محتاجون إلى معرفة هذا الموضوع المهم، خاصة أن يعني الناس بعد أزمنة الطاعة يعقبهم شيء من الفتور ويعقبهم شيء من الضعف، ويغيب عنها اليوم أن الفضائل والشرف والمنزلة عند الله عز وجل إنما كانت بقدر استقامة الإنسان على طاعة الله، حتى تكررت كلمة الاستقامة في كتاب الله عز وجل كثيرا. سنفرد لها إن شاء الله تعالى حلقة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مم.